شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي فيرست جينوم داي احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا ومشروع الجينوم يعد أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة وهو حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور جميع الأبحاث الطبية في السنوات المقبلة شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي فرست جينوم داي احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم، وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورعاية شركة اليومينا العالمية. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة. نقل خلالها تحيه وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه للساده الحضور مؤكدا ان مشروع الجينوم هو اكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثه وهو حجر الاساس للطب الشخصي والدقيق ومحور كافه الابحاث الطبيه خلال السنوات المقبله كما اشار الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي إلى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم، ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر، وألقى الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية كلمة أشار خلالها إلى أن مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، كما يهدف أيضا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية، حضر فعاليات المؤتمر لواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية. وعدد من قاده القوات المسلحه وعدد من اساتذه الجامعات بالصروح الطبيه المختلفه